أكيد بالمناسبة بالحديث هذا من خلال تجربة عندي قبل حالة معينة كما نقول يدرس في طور الثانوي طفل متفوق صراحة متفوق معناها تقريبا كما نقوله من الأطفال ما شاء الله. السنة اللي تلميذ هذا والطفل هذا كما نقوله يدرس في سنة أولى صراحة كانت هناك نوع من التنافس في القسم. يوم من الأيام طلب تحويل المؤسسة هذه إلى مؤسسة أخرى. هو طلب التحويل. أعطيك الصحة. سألوه لي علاش التحويل؟ ليش؟ وشي المشكل؟ دراسة مليحة، الأساتذة سماح، مدرسة متفوقة، وراه المشكل تقريبا كما نقول الإمكانيات كل اللي تخلي إنسان متفوق تلميذ متفوق متوفرة. قال لك المشكل صراحة الوحيد إني نايم ما لقيتش روحي نايم للطوب. هنا يستخدم عملية الهروب، عوض باش يواجه ويدرس ويحاول يطور. استخدم عملية أخرى هي عملية الهروب. نزيد كما نقول ندخلوا في إطار الشخصية هذه وكما نقولوا نلقوا بعض المدة معينة بعد جلسات وكذا نلقوا باللي راهي الرسائل من طرف سرتوه الأم كانت رسائل تضخم الأناء إلى درجة معينة. والأدهى والأمر هذه ما يوقع كما نقولوا نوع من التصادم بين ما كان يسمعه ويتعامل به في إطار الأسرة وبين ما هو موجود وكائن في المجتمع. هذا تصادم يخرق ما نقوله مشكل نفسي لدى هذا الفرد. يعني